المزرعة فيلم لبناني يعرض في كل صالات السينما في لبنان. فيلم يحاكي واقع النزوح السوري وتحدياته في لبنان. بيجوا ما بعرف كم مليون لاجئ على هالبلد ليستفيدوا من مساعدة اليوان. نخلصنا بقى، يفلوا يرجعوا على بيوتهم. من قصة حقيقية لفيلم لبناني بينقل حالة شعبين عم يعيشوا سوا على فرد أرض، وكل حدا عم يعاني على طريقته. من هون طلعت فكرة فيلم المزرعة. انتو مش على أساس يومين زمان وفلين من هون؟ بدي قتلك قتل! والله كنا بدنا نفل يا أستاذ وسام، بس يعني ما لقينا مطرح. فيلم بيخبر كتير تفاصيل من عيشة كل يوم بحياتنا بلبنان. شفت ستوري عند وسام حنا على إنستغرام، بتفرجي براءة طفل صغير بمزرعة. فرجينا نحن براءة المزرعة ونظافة المزرعة وبراءة الأطفال وفرجينا نوع من التصالح بين الشعوب يلي ما في مشكلة، الزعماء بيخلقوا لك المشكلة. هن عائلة كانت عم بتساعدني بالمزرعة يلي أنا عملتها وقت كورونا. كان عندي حلم أعمل مزرعة وتعرفت على عبود بالصدفة، ومثل ما حتشوفوا اليوم كيف تعرفت عليه بالضبط. يعني أنا مثل كأنه كاتب قصة حياة بهيدا الفيلم. أنا أخطر شيء صورته بحياتي بالدراما هو بهيدا الفيلم، هو لما صورنا مشهد البحر اللي صار إنه أنا كنت تحت بالمي وعبود كب حاله وكان في فرق إنقاذ تحت، بس أنا ضيعت عبود شي 15 ثانية وعبود ما بيعرف يسبح وأنا بسبح على قده. هالفيلم حامل رسائل كتيرة بتذكر بجمال وبساطة الحياة، بفرجي إنه مهما كان عنا حكم مسبق عناس بضل في إشياء ما منعرفها عن يلي عم يعيشوه. يا جماعة أنتوا ناسين إنه عم تحكوا عن ناس خسروا بيوتهم، هذا إذا ما كان عم بيموتوا. بغض النظر عن نحنا شو منفكر سياسياً، هل هيدا منيح للبلد، هل هيدا مش منيح، هل بيحمل ما بيحمل، هيدا موضوع آخر. أنا الموضوع الإنساني هو اللي شدني أكتر شيء. متناولين قصة حقيقية بالفيلم، وهالقصة الحقيقية بتحكي عن النزوح السوري ولكن من باب اجتماعي، من باب بيحرك المشاعر، من باب بيخليك تعملي سؤال كتير مهم على البكرة. أنا هاي بلدي. ها هيدا عبود. لأول مرة بيتم تناول يعني النزوح السوري على هذا المستوى اللي يعني له قيمة. متعة السينما اليوم هيك بلبنان عم تعطينا دفعة، عم تعطينا أمل إنه دايماً في الفن عم يتجدد، في إشي جديدة عم تصير بالبلد. لافت بهيدا الفيلم إنه بيطرح موضوع هلأ عم بيصير وبيطرح إشكالية كتير دقيقة، يعني هو الموضوع حساس عن وجود السوريين بلبنان. فيلم المزرعة يلي انطلق بكل صالات السينما بلبنان هو فيلم عائلي إنساني اجتماعي وحتى كوميدي، بعده بفرجي إنه الفن بلبنان بينقل قصص واقعية وبطريقة ذكية. بالحياة منضطر نخسر إشياء كرمال نربح قصص تانية.